اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسون 58 اللي بعنوان الاديشن اند سبتراكشن وورد بروبلمز. الدرس بتاع النهارده يا اولاد درس مهم جدا، لان الوورد بروبلمز تعتبر امثله عن الحاجات اللي ممكن نقابلها في حياتنا وممكن نستعمل فيها الاديشن او السبتراكشن. طيب نيجي نبص على الليرنينج بوينت كده، بيقول لي ايه؟ يوسف هاز 237 بلوكس وماجد has 148 blocks. How many blocks do they have all together? دلوقتي في عندي statement فيها معلومات، أنا لازم أفهم المعلومات دي، يعني أترجم الكلمات وأفهمها. هنا يوسف has 237 blocks، يبقى في واحد اسمه يوسف معاه النمبر ده من البلوكس، وعندي واحد تاني اسمه ماجد معاه النمبر ده من البلوكس. How many blocks do they have all together؟ بيسألني هما الاتنين معهم قد ايه؟ يبقى احنا لازم ناخد النمبر ده نعمل له addition مع النمبر ده. طيب هو هنا عايز يقول لي ان في عندي keyword to solve. يعني ايه keyword؟ في كلمات لو لقيناها في المسألة الكلمات دي بتوضح لي انا هعمل ايه. يعني لما يقول لي كلمة all together افهم على طول ان انا هعمل addition مش هعمل subtraction. يبقى عشان اشوف هما معاهم كام هنقول 237 plus 148 يديني 385 blocks. في كلمات تانية ممكن نلاقيها نفهم منها ان المسألة عبارة عن addition. ايه الكلمات دي؟ كلمة total يقول لي find the total، يعني هاتهم كلهم قد ايه. يقول لي كلمة sum يعني احط اكتر من حاجة على بعض. يقول لي مثلا and ده وده، يبقى كل ده برضك هنعمل plus. يقول لي join، يقول لي in all يعني كلهم مع بعض، يقول لي add، يقول لي all together. كل الكلمات دي لو جات لي افهم منها ان انا هعمل في المسألة بتاعتي addition. ولكن احنا عايزين نتعلم يا اولاد نفهم الكلام كويس، مش عايزين نبص على كلمة وندور عليها واول مثلا ما اشوف كلمة all together خلاص احط النمبر ده على النمبر ده. لا، احنا لازم نفهم الستيتمنت ونشوف هي بتقول ايه، واحنا لو فهمنا خلاص هنعرف المطلوب ايه، مش لازم ندور ورا كلمات. طيب لو انا مثلا عندي اكزامبل تاني بيقول لي the school library had 3640 books for rent، يعني المكتبة بتاعت المدرسة فيها العدد ده من الكتب. during one week في خلال اسبوع النمبر ده of them were rented، يعني العدد ده في خلال اسبوع في ناس جم وخدوا الكتب دي عشان تقراها. how many books were left؟ بيسألني بقى في كام كتاب باقي. انا عشان افهم الموضوع انا عندي مكتبة المدرسة فيها كتب، طلعت حبة كتب، اتبقى حبة، اللي اتبقوا دول اجيبهم ازاي؟ واضح طبعا ان احنا هنجيب العدد الكل بتاع البوكس في الليبراري وبعد كده نشيل منهم النمبر اللي طلع، يدينا الايه؟ يدينا البوكس اللي هي ايه؟ ليفت، اللي هي المتبقية. يبقى انا كده حليت المسألة عن طريق فهمي للكلام اللي مكتوب. طيب في عندي keywords ممكن احل بيها. يعني ايه keywords؟ يعني كده كلمات لو شفتها اعرف ان هي subtraction. كلمة left، left يعني متبقي، هو متبقي قد ايه. كلمة متبقي دي يعني كان في حاجة في الاول وانا خدت منها جزء وعايز اعرف اللي اتبقى قد ايه، فبنعمل عملية subtraction، بجيب النمبر الاصلي اللي هو عدد الحاجات اللي كانت عندي في الاول واعمل minus الحاجات اللي انا خدتها، اللي هيطلع هو عدد البوكس اللي ايه؟ اللي were left. طيب ايه كلمات تانية ممكن نقابلها تعرفني ان المسألة subtraction؟ لما الاقي كلمة how many more يعني ايه هي الزيادة، يبقى انا كده هعمل minus. how many less هعمل minus. take away حاجة خدناها. difference يقول لي what is the difference يعني ايه الفرق، يبقى هنعمل برضو subtraction. what is the remaining ايه المتبقي، ولو قال لي على طول subtract. كل الكلمات دي بعتبرها keywords او كلمات بتساعدني ان انا افهم ان الوورد بروبلم بتاعتي هعمل فيها subtraction. لكن هنتفق مع بعضنا يا اولاد احنا مش عايزين نحفظ كلمات، تفهموا المسألة كده بتقول ايه وتفكر هعمل plus ولا هعمل minus. لقيت نفسك مش قادر تفهمها ساعتها ممكن تدور على الكلمات دي عشان تساعدك تعرف هتعمل ايه. تعالوا مع بعضنا نحل بعض الوورد بروبلمز. اول مسألة بيقول لي عمرو سيفد 365 باوندز ان 1 يير. لازم نحاول نفهم ايه اللي مكتوب، واي كلمه مش عارفين معناها
نسأل في معناها ونحفظ الايه المعنى بتاعها. يعني عندي عمرو سيفد يعني حوش، حوش النمبر ده باونس يعني حوش المبلغ ده in one year في سنة. The next year يعني السنة اللي بعدها he saved 475 pounds، يبقى في سنة حوش فيها المبلغ ده والسنة اللي بعد كده حوش المبلغ ده. جميل. المطلوب what is the total amount he saved، بيسألني بيقول لي what is the total amount، ايه هو المبلغ الكلي he saved اللي حوشه. واحد حوش في سنة مبلغ والسنة اللي بعديها حوش مبلغ كمان، لما نحب نعرف هو حوش قد ايه نعمل ايه؟ نحط ده على ده، يبقى نعمل addition. ولما نيجي نحل السؤال لازم نجاوب على الستيتمنت اللي هو قايلها لي، يبقى نقول the total amount he saved is is a 365 plus 475. لو في ناس ما بتعرفش تعمل الاديشن كده ممكن تحطهم فوق بعض، نعمل كده. five plus five ten zero وهنكاري up one one plus six seven seven ونكاونت عليها seven يديني 14 هيبقى four ونكاري up one one plus three four four و four يديني eight يبقى هيديني 840. وما ينفعش أبدا يا أولاد نكتب الرقم كده ونسيبه. ال 840 عبارة عن إيه؟ عبارة عن bounce، يبقى هنا نكتب bounce. يلا المسألة اللي بعد كده. There are 365 days in one year. بيقول لي إن السنة فيها 365 يوم. If 147 days have passed since the beginning of the year. عدى من السنة 147 days. How many days are left in the year؟ يبقى السنة فاضل فيها كم يوم؟ تعالوا نفهمها كده. أنا السنة عندي 365 يوم، عدى منها 147 يوم، يبقى فيها قد إيه؟ هل ينفع أقول ده بلس ده؟ لا طبعًا، هاخد السنة أشيل منها الأيام اللي عدت، اللي هيطلع معايا يبقى هي دي الأيام اللي إيه؟ المتبقية، اللي هي اللي left. يبقى هنجاوب نقول إيه؟ The days left are إيه بقى؟ 365 minus 147. نيجي نعملها هنا كده في الدرافت. five minus seven ينفع؟ ينفع five اخد منها seven؟ لا طبعا. نعمل ايه في الموضوع ده؟ نيجي على البليس اللي جنبه وناخد منه one. لما اخد من السكس one تبقى five. الone ده يجي هنا يتحط جنب الفايف يبقى 15. يبقى نقول بعد كده 15 minus seven، نعد من بعد ال 7 لحد ما اوصل لل 15 ونفرد صابعنا بعد ال 7 8 9 10 11 12 13 14 15. نبص على ايدينا ليهم 8 fingers. يلا 5 minus 4 يديني 1، 3 minus 1 يديني 2. يبقى الانسر بتاعتي 218. ايه بقى؟ ما ينفعش نسيبها كده، لازم نقول دول ايه؟ دول days. طيب لو واحد ما فهمش المساله، ايه الكي وورد اللي تعرفني ان المساله سبتراكشن؟ كلمه ليفت يعني المتبقي. لو شفت كلمه ليفت نعمل سبتراكشن، بس اتفقنا مع بعضينا ما نبصش على الكلمات دي الا لما نلاقي نفسنا مش فاهمين المساله. يلا اللي بعد كده. The school arranged a trip to pyramids. المدرسه عملت رحله للايه؟ للاهرامات. 1355 students from primary stage and 1420 from preparatory and secondary stages are going. يلا نفهم، المدرسة هتنظم رحلة للأهرامات، العدد ده من الـ students من الـ primary stage من المرحلة الابتدائية يعني grade 1 و 2 و 3 و 4 و 5 and 6 دول رايحين. and خدوا بالكم من كلمة and، we العدد ده من المرحلة الإعدادية اللي هم الطلاب الأكبر شوية. بيسألني يقول لي إيه بقى؟ How many students are going in all stages؟ كل الطلبة اللي رايحين قد إيه؟ طبعا إحنا فهمنا
ان احنا لازم نحط النمبر ده على النمبر ده، ما ينفعش ابدا نعمل ماينس. انا عايز اعرف كل العدد اللي رايح قد ايه، يبقى لازم اجمعهم كلهم على بعضيهم. طيب نجاوب على السؤال ازاي؟ How many students are going in all stages؟ يبقى the number of students are نكتب R أو ممكن نكتب equal. RA 1355 plus 1420 equal 5 plus 0. ناخد اليونت مع اليونت يديني 5 plus 2 التنس مع التنس يديني 7. 3 plus 4 يديني another 7. 1 plus 1 يديني 2، يبقى يديني 2775. لكن ايه دول؟ لازم نكتب students. تعالوا نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لي باسم's book has 370 pages، يعني الكتاب بتاع باسم فيه 370 pages، دول كلهم كده 370 ماشي. وبعدين he has already read 139، هو قرا ايه؟ قرا حبه كده، الحبه دول 139 pages. How many pages does Basim have left to read؟ يبقى بقى قد ايه هو لسه ما قراهوش؟ ها؟ يبقى هنعمل ايه؟ يبقى الكتاب كله هنشيل منه الحبه اللي هو ايه؟ اللي هو قراهم دول، يبقى هنعمل subtraction. يبقى نقول the number of left pages or أو ممكن نقول equal 370 minus 139. نيجي هنا في الدرافت 370 139. 0 minus 9 ما ينفعش، هنبور 1 من 7 تبقى 6 وال 0 يبقى 10. 10 minus 9 يديني 1، 6 minus 3 تديني 3 و 3 minus 1 تديني 2، يبقى هيديني 231 بيجز. اللي عرفني برضو ان هي سبتراكشن ان انا بيقول لي كلمه ليفت يعني المتبقي، كام صفحه عندي متبقيه. اوكي طيب يلا اللي بعديها. 3 بوكسز فيلد ويز ماربلز، ثلاث صناديق عندي فيهم بلي. وير جاست ديليفرد تو ذا فاكتوري. If each box is filled with 435 marbles، كل صندوق موجود فيه 435 marbles. How many marbles were delivered in all؟ ايه هو عدد البلي اللي موجود في 3 boxes؟ يبقى هنعمل add. طب add لايه؟ للماربلز اللي موجودة في 3 boxes. اول بوكس فيه كام؟ فيه 435، وعندي منه واحد كمان وعندي منه واحد كمان، يبقى هنحط التلاتة على بعض. يبقى the number of marbles of marbles are 435 plus 435 plus 435. لما يكون عندي حاجة زي كده نعمل ايه؟ ناخد كل اتنين مع بعض، ناخد دي ودي الاول وبعد كده نعمل لهم بلس مع دي. 5 و 5 يديني 10، 0 and we have 1 as a carry. 1 plus 3 is 4 plus 3 يديني 7، و 4 و 4 يديني 8. دي نعمل لها بلس مع 435 يديني كام؟ 0 و 5 يديني 5، 7 و 3 يديني 10، 0 وهن carry up 1. 1 و 8 9، 9 و 4 يديني 13. طب دول ايه بقى؟ ماربلز. يبقى احنا قرينا المسألة، فهمناها كويس، عرفنا ان عندنا ثلاث صناديق كل صندوق فيه عدد من البلي، عايز العدد الكلي من البلي، يبقى نعمل ايه؟ لازم اجمع كله، نحط كله على بعضه. يلا اللي بعديها. The library can hold 3645 books. المكتبة عندي فيها العدد ده من الكتب. If 1355 books are out on loan، عندي العدد ده من الكتب
خرجوا من المكتبة في ناس بتقراهم. and 250 books are missing. وعندي 250 كتاب ضايعين. How many books are there in the library right now? في كم كتاب عندي دلوقتي؟ هنا بقى نفهم بقى. لازم نفهم المسألة. هي المكتبة في الأصل فيها كم كتاب؟ فيها العدد ده 3645. في حبة كتب في ناس استعارتهم عشان يقروهم، اللي هم مين؟ اللي هم دول. طيب وفي عندي 250 ضايعين، يبقى اللي يتبقى كام؟ الأول لازم نحسب ده وده كام، لأن هم دول كلهم خرجوا. المجموعة دي خرجت الناس قرتها، والمجموعة دي خرجت ضيعة. يبقى أول حاجة لازم نقول إيه؟ The sum of the missing books and the loaned books are، نحط الاتنين دول على بعض اللي هما كام؟ 1355 بلس 250. نيجي نعملها في الدرافت 1355 بلس 250. 5 بلس 0 يديني 5، 5 بلس 5 يديني 10، 0 هنكاري اب 1. 1 بلس 3 4، 4 و2 يديني 6، وال1 ينزل. يبقى دول عبارة عن 1605 books. يبقى دي الكتب اللي ايه؟ اللي بره المكتبه. يبقى ايه هي الكتب المتبقيه بقى؟ يبقى النمبر الكلي للكتب نعمل منه سبتراكشن للمجموعه دي، يبقى the remaining books equal، يعني الكتب اللي متبقيه في المكتبه عباره عن ايه؟ 3645، هنعمل ماينس الايه؟ النمبر ده 1605. يلا نعملها في الدرافت هنا 3645 minus 1605 and 5. 5 minus 5 يديني 0، 4 minus 0 يديني 4، 6 minus 6 يديني 0، و 3 minus 1 يديني 2. يبقى هيديني 2040 books. مسألة جميلة جدا، اللي ما فهمهاش يحاول يسمعها تاني. يلا اللي بعد كده. سامي هاد 6000 ايجيبشن باوند تو سبند. سامي معاه المبلغ ده هيصرفه، هيجيب بيه حاجات. هي بوت ا نيو موبايل، اشترى موبايل جديد ب 3250. اند ا سبيكر، واشترى كمان سبيكر بكام؟ 675. يبقى اشترى حاجتين. هاو ماتش ماني داز هاف ليفت، هيبقى معاه قد ايه؟ في كلمة ليفت هنا، يبقى هنعمل سبتراكشن. لو واحد بيبص على الكلمة، احنا هنا في 3 نمبرز، هتعمل ايه ماينس ايه؟ يبقى لازم نفهم المسألة. أنا معايا 6000 جنيه، رحت اشتريت موبايل واشتريت سبيكر، هيبقى معايا قد ايه؟ يبقى في الأول لازم أشوف أنا صرفت قد ايه؟ يبقى لازم أشوف تمن الموبايل والسبيكر مع بعض قد ايه؟ وبعد كده اللي هيطلع نشيله من الايه؟ من المبلغ الكلي. يبقى في المساله دي هنعمل عمليتين، هنعمل مره اديشن وبعد كده هنعمل سبتراكشن. يبقى هنقول ايه؟ the price of the mobile and the speaker. يبقى the price يعني المبلغ of the mobile and the speaker is، المبلغ عبارة عن ايه؟ 3250 plus 678 75 equal 0 plus 5 يديني 5، 5 plus 7 12، 2 وهنكاري up 1، 1 plus 2 3، 3 و 6 يديني 9، وال 3 تنزل عشان ال 1000 هنا ايه؟ مفيش في حاجة. طب دول ايه؟ دول ايجيبشن باوند. اوكي؟ طيب انا صرفت دول، انا عايز اعرف المبلغ اللي هيتبقى، يبقى اعمل ايه؟ اعمل ده ماينس ده، يبقى the money left with Sammy equal 6000
ماينس 3925 نعملها في الدرافت. زيرو ماينس 5 ما ينفعش، لازم نعمل بوروينج، ما فيش عندي هنا غير ال 6 قدامي، اخد منها وانتد يبقى 5، ال 1 يجي هنا يبقى 10، اخد من دي 1 يروح هنا ب 10 ودي تبقى 9، اخد من دي 1 يروح هنا ب 10 ودي تبقى ايه؟ تبقى 9. دايما لما نلاقي مجموعه زيروز اخلي اول زيرو على الرايت 10 وبعد كده كلهم 9 وبعد كده اقلل للاخر ايه؟ 1. 10 ماينس ال 5 يديني 5، 9 ماينس 2 7، 9 ماينس 9 0، 5 ماينس 3 يديني 2. يبقى اللي هيتبقى معانا 2075 ايجيبشن باوند. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون، درس جميل جدا بيعرفنا ازاي نحل الوورد بروبلمز، وعرفنا امتى نعمل اديشن وامتى نعمل سبتراكشن، وشفنا بعض الكي ووردز اللي لو جات لي افهم ان المساله اديشن، وشفنا برضو كي ووردز للايه للسبتراكشن، وقلنا اهم حاجه ان انا افهم المساله، لان في مسائل ممكن الكي ووردز ما تساعدنيش زي المساله اللي احنا شفناها دي بتاعه سامي، عملنا في الاول اديشن وبعد كده عملنا سبتراكشن. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.